أجانب من كل حدب وصوب توافدوا على جناح كوندور إلكترونيكس بالصالون الدولي للموبايل ببرشلونة بإسبانيا. الصالون الذي مكن فريق كوندور من تبادل الخبرات مع القائمين على قطاع الاتصالات في العالم، حيث استحسنت الجالية والجزائرية المقيمة بإسبانيا مشاركة أول شركة جزائرية في أكبر معرض للتكنولوجيات. Je crois qu'il y a deux gros salons, il y a le CES à Las Vegas et juste après il y a Barcelone. Ce qui est important pour nous, c'est que c'est là où on a beaucoup de clients africains qui viennent, beaucoup de clients nord-africains et beaucoup de clients également algériens. La première fois, on voit cette entreprise de l'Algérie qui est là. Inch'Allah, on voit une autre entreprise qui nous remercie. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir de voir cette entreprise parce que راهي من كل البلاد. إنه شرف كبير أن كوندور نلقاو علامة جزائرية ولأول مرة في الصالون الدولي للاتصالات للجي اس ام. يعني صار لي أكثر من 10 سنوات وأنا أشارك في هذا التظاهرة الكبيرة، واليوم الحمد لله أننا شفنا شركة جزائرية وعلم جزائري في برشلونة والحمد لله. عبد الرحمن بن حمادي المدير والعام لمجمع كوندور إلكترونيكس اعتبر مشاركة مؤسسته في الصالون فرصة للتعريف بمنتجاته وخطوة نحو دخول عالم التكنولوجيات من بابه الواسع رفقة عمالقة الاتصالات في العالم. C'est le plus important au monde, c'est le Mobile World Congress. Il y a celui de Shanghai le moins important. Et donc c'est là où les grands et les petits comme nous se rencontrent. Tout le monde. Ceux qui travaillent sur le soft, les applications. Si on vient ici, c'est pour savoir ce qui se passe et ce qui va se passer. Dans 6 mois, voire une année ou 2 ans. Donc, on peut faire des prévisions, on peut avoir une visibilité. وتأتي مشاركة الشركة الجزائرية كوندور إلكترونيكس في هذا الحدث الدولي حرصا منها على فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة بما يعزز إمكانية الدخول إلى الأسواق الأجنبية. هذا ويحتضن معرض تكنولوجيات الاتصال منتجات أكثر من 1500 عارض كل عام، ليعرف بالقائمين على تسويق الأجهزة الحديثة لشركات المحمول، إضافة إلى المبدعين القائمين على ابتكار تطبيقات جديدة للهواتف المحمولة عبر العالم. المؤتمر العالمي للموبايل برشلونة، ياسمين مرزوق لقناة البلاد.